السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نكملوا فيه الشابيتر ديال جيومتري دي ماس. هاد لا بارتي هادي اللي غادي ندير معاكم في هاد لا فيديو بالنسبة ليا هي أهم بارتي كاينة في جيومتري دي ماس، داكوغ، اللي هي لو مومون دينيرسي أوبيراتور دينيرسي، وغادي نشوفوا فيها لا ماتريس دينيرسي. دونك نبداو بلو مومون دينيرسي. نعرفوا شنو هو لو مومون دينيرسي الشباب؟ ألوغ كنعرفوا باللي لي سوليد كيقدروا يديروا روتاسيون او يديروا ترانسلاسيون. مثلا عندي هذا السوليد هذا، يا اما يتحرك هكا، الوغ الا تحرك هكا لي فورس اللي كيكونوا ابليكي عليه البوا و لا رياكسيون ديال هذا السطح ديال هذا الطابل ديال البيرو طالعه بحال هكا، وعنده واحد الفروتمون لان انا حركته وقف ما بقاش غادي، اولا كيدير روتاسيون. بالنسبه لا سينيفيكاسيون ديال الروتاسيون فهي كتمثلها باش تفهموها ما تبقاوش تحفظوا، كتمثل لك بحال لا 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 ريزيستونس فاش كيكون لو كور كيدير روتاسيون ماشي كيدير ترانسلاسيون، وكثر من هذا الشيء كتكاركتيريزي لك لا جيومتري ديال لي سوليد. سي كلير. دونك بالنسبه لو مومون دينيرسي غادي نهضروا على لا سينيفيكاسيون ديال لو مومون دينيرسي، لا سينيفيكاسيون فيزيك. دونك بالنسبه la signification physique, alors غادي نقدروا نقولوا بلي هو est une grandeur. Donc la signification physique هو واحد est une grandeur qui caractérise la signification la géométrie, d'accord, la géométrie, voilà la géométrie des masses. دان سوليد اكثر من هذا الشيء، اكثر من انه كيكاركتيريزي لا جيومتري دي ماس ديال واحد السوليد، كي كوانتيفي. دونك نقولوا باللي ال كوانتيفي ايغالمون لا ريزيستانس. هذه هي المهمة بزاف هذه الكلمة ديال لا ريزيستانس، لأنكم ما كتعرفوش المعنى ديال هادشي اللي كتقرا. اون ميز اون روتاسيون دو سو سوليد. ها فاش كنهضر على الغوطاسيون، فالسوليد باش يدير واحد الغوطاسيون فكيديرها يا اما على نقطة يعني على بوان، او لا على على واحد لاكس يعني واحد لا دغوات، او لا على بلون، داكوغ. دونك لي غوطاسيون بوسيبل داكوغ هما اش يعني كيقدر يدير هاد السوليد هذا، كيقدر يدير لك روتاسيون على واحد النقطة، داكوغ، يعني عندي روتاسيون، دونك لا روتاسيون دان سوليد، دونك روتاسيون اوتور دان بوان، روتاسيون اوتور دان بوان او، هاكا، يعني عندي واحد النقطة او هي او لا دلتا، وعندي واحد السوليد اس هاهو. دونك هاد السوليد كيدير واحد الغوطاسيون على هاد النقطة هادي، او لا تكون عندك غوطاسيون اوتور دان بلون وبلا دان ناكس، او لا تكون عندنا غوطاسيون
autour d'un axe. C'est-à-dire, il y a un axe delta, ou un axe solide, S, qui est une rotation de l'axe. C'est clair? Ou la rotation autour de le plan. Ou la rotation. Autour d'un plan. Yani, on dit واحد le plan. Oui. On dit واحد solide. Qui dit rotation, elle a le plan. ها غاش قول لي ورا باقي ما حسبناش هاد لو مومون دي نيرس اللي من الصباح وانت جاب خلينا راسنا غنقول لك واخا انا غنحسبو لك هنا ونحسبو لك هنا ونحسبو لك هنا داكوغ بالنسبه لو مومون دي نيرس بالنسبه لواحد الاوتور ديال بوان دونك غادي ناخذ واحد البوان ام من السوليد داكوغ هادي هي البوان ام هاد لا ديستانس هادي غادي نسميها اخ داكوغ لو مومون دي نيرس ديال السوليد بالنسبة للبوان O كنرمز ليه ب E O M داكوغ أو لا E O S بحال هكا كنرمزو ليه E ديال البوان كندير O فيغول S ديال السوليد يعني بالنسبة للبوان O ديال السوليد إيكال لانتيغرال دو R أو كاري فوا دي M R c'est la distance DM اشنا هي هاد DM هادي يلا هادي يا اما غادي تكون هي DM يا اما لاندا DL او لا سيغما DS او لا غو DV هادي الا كان عندك سوليد لينييك هادي الا كان سورفاسيك وهادي الا كان فوليميك داكوغ دونك هادي هي لو مومون دينيرسي ديال السوليد بارابور لو بوان C'est clair. Nous sommes à fac, nous par rapport à delta. D'accord? Par rapport à l'axe delta. Yalla. Donc, ça, nous avons le point M. Mon solide. Quand je la distance, l'imabine, le point M, ou m'abine, le solide. ما بين لو بوان ام وما بين لاكس دلتا ها هي غير هنا كندير لو مومون دينيرسي غادي نحاول اونكادري هاد الريزولطا ديالنا هادي دونك هنا كناخدو بحال هكا لانتيغرال الوغ كنرمزو ليه اي ما كنديرش دلتا ما كنديرش او كندير دلتا يعني دلتا اس ايغال لانتيغرال ديال ار او كاري دي ان ها هي كتبقى غير هاد المسافه ار كاري اللي غتختلف وغادي نديرو واحد ليكزومبل سي كلير اي بوغ او الثاني هنايا كناخد واحد البوان ام من السوليد بعيده على لو بلون بواحد لا ديستانس ار اي كندير بي ديال السوليد ايغال لانتيغرال د ار او كاري فوا دي ام داكوغ واخ اجيو معايا لواحد ليكزومبل الله يرضيك دونك هادي كنقدرو نرمزو ليهم حتى نقدروا نكتبوهم بحال هكا دونك هذيك اي شوف معايا واحد الانتباه الله يرضي عليك ها انت اي او اس نقدروا نرمزوا ليه حتى في اي او هذا كيتسمى لو مومون دينيرسي دو اس بارابور او ياك وهذاك اي دلتا اس كنقدروا نرجعوه هو اي دلتا اللي كنسميوه لو مومون دينيرسي دو اس بارابور ا دلتا وبالنسبه لاي بي اس
كنقدروا نرجعوه اي ان دي اس بي اللي هو لو مومون دينيرسي دو اس بارابور لو بلون بي. سي كلير؟ يلا اليسي. فوالا دونك شوف معايا دابا غادي نرسم لك واحد الغوبير هاد اللعيبه اللي غندير لي بلو براتيك داكوغ. دونك نطلع الورقه شويه باش تبان كامله. فوالا يلا تبع معايا الله يرضي عليك. ناخذ واحد الغوبير ها هو نالاكس دي زيكس دي زيد دي زيكغي هنا دي زيكس. خد لي واحد البوان ام هنا من واحد السوليد بيان سور. هنا عندك واحد السوليد اس في واحد البوان ام. الوغ هنا انا الا بغيت لو مومو دينيرسي ديال ام بارابور ا لو بلون مثلا اكس او ايغري داكوغ. و الا بغيت لو مومو دينيرسي ديال ام بارابور ا زد و بارابور ا ايغري يعني بارابور لي زاكس بثلاثة و بارابور لي بلون بثلاثة داكوغ. لان بالنسبة للبوان ساهلة هي البوان او غادي ناخد هاد لا ديستونس و نرفعها او كاري داكوغ. فهمتوني شنو بغيت نوصل للشباب ولا لا؟ يلا دونك شوف معايا الا بغيت لو مومو دينيرسي ديال اس دونك هاد لو بلون هاد لو روبير شحال فيه من بلون. فعندي البلون الاولاني هو اش هو اكس او ايغريك ياك. وعندي البلون الثاني هو اكس او زد وكاين البلون الثالث هو ايغريك او زد. الوغ بغيت لو مومو دينيرسي ديال هاد السوليد بالنسبه لاكس او ايغريك اكس او زد و ايغريك او زد. دونك غادي ناخذ ورقه اخرى يلا الشباب تبع معايا الله يرضي عليك. دونك الا بغينا لا ديستانس يعني بغينا لو مومو دينيرسي ديال السوليد دو اس يعني في لو بلون اش في البلون اكس او ايغريك مثلا او ايغريك ديال اس شحال غيساوي لك. الوغ فين هي لا ديستانس؟ دونك لا ديستانس اللي ما بين البوان ام وما بين هاد لو بلون هذا هي هادي ياك. هي هادي لا ديستانس ار داكوغ. هاد لا ديستانس ما كتمشلش هي زد هي زد صافي فهمتوها. دونك هاد لا ديستانس هادي راه كتغوبريزونتي لك زد. دونك لا ديستانس ما بين البوان ام وما بين لو بلون اكس ايغريك كاري راه هي زد او كاري يعني غتكون عندك هي زد او كاري فوا دي ان داكوغ. هادي بارابور اكس او ايغريك مفاهمين. وعطيني ديال اكس او زد اكس او زد ديال اس شحال غتساوي لك؟ دابا تخيل معايا اكس او زد اكس او زد هي هادي ياك يعني لا ديستانس غتكون هي هادي لان هذا هو البلان اكس او زد. هاد لا ديستانس ماشي هي ايغريك كار هي ايغريك كار. دونك غتكون هي الانتيغرال ديال ايغريك كار فوا دي ان. اي بور لا ديستانس او لو مومون دينيرسي بالنسبه لو سوليد في لو بلان ايغريك او زد ايغريك او زد راه باينه غتكون هي اكس او كاري. دونك غتكون هي الانتيغرال ديال اكس كاري فوا دي ام. والدي ام راكم عارفين شحال كتساوي الدراري. دونك على حساب السوليد واش سيرفاسيك اولا لينيك اولا فوليميك. اوني داكوغ ياك. هادي مفهومه يا الشباب فوالا هادي راه مفهومه وسهله. دابا ندوزو لي زاكس دونك هادي ديال لي بلون. دابا ندوزو نديتيرمينيو لو مومو دينيرسي بالنسبه للاكس او زد وبالنسبه للاكس او اكس وبالنسبه للاكس او ايغريك مفهوم. يلا
دونك حنا شنو بغينا؟ نجيو لهنا عاوتاني ياك على الفيغور ديالنا ام بالنسبه للاكس او زد. نبداو باو زد هو الاول، يعني هاد لا ديستانس اللي بعيده ام على لاكس، هاد لاكس هاد. دونك شنو هي لا ديستانس باش بعيده ام على لاكس؟ كنديروا لا بروجيكسيون داكور، لان الار في هذه الحاله اش غتريبريزونتي لك. دونك انا غديروا لا بروجيكسيون على واحد ام صغيره، ونديروا هنا لا بروجيكسيون صد طن طن طن، هنا لا بروجيكسيون على زد. الوغ بالنسبه لو كاري ديال لا ديستانس ام بارابور او زد، يعني دابا انا بغيت بارابور او زد، سيتادير شنو عندك؟ وتبع معايا الله يرضي عليك. هنا الوغ هنا غادي نكتب، عاد نرجع لا فيغور. ف الى خدينا لو كاري، دونك غادي نقول لك بلي لو كاري دو لا ديستانس دو ام بارابور اش من اكس بارابور او زد، ياك شنو غتريبريزونتي؟ هي اش هي هذيك بوتي او ام او كاري، هي او ام او كاري. افيك او ام او كاري شنو هي؟ افيك او ام هي اكس بلس ايغريك، او بيان او ام او كاري ايغالا اكس كاري بلس ايغريك او كاري. الوغ من هنا شنو غنستنتج؟ بلي لو ميمو دي نيرسي بارابور لاكس او زد ديال السوليد راه ما هو الا الانتيغرال ديال اش؟ ديال اكس كاري بلس ايغريك كاري فوا دي ام. طالع لا لا ميم شوز بالنسبه لي زوتر، يعني لو ميمو دي نيرسي ديال اش؟ ديال او اكس سوليد فوالا، هي اش؟ يغريك كاري بلس زد كاري في الدي ان. دونك هادي سي لو مومون دي نيرسي ديال اس بارابور لاكس او اكس. اي فينالمون لو مومون d'inertie par rapport au y ديال لو سوليد s égal l'intégrale ديال h ديال x carré plus z carré fois dm. انا ديتيرمينيت لو مومون ديال بالنسبه لي بلون، وديتيرمينيت لو مومون بالنسبه لاش؟ بالنسبه لي زاكس. دونك هذا هو غنكتبها لك. دونك هذا سي le moment d'inertie de S par rapport au Z. هذا le moment d'inertie de S par rapport au X. وهذا اللي هنا c'est le moment d'inertie de S par rapport à l'axe au Y. D'accord, بالنسبه للاكس او Y. Donc d'abord par rapport le point O, بغيت par rapport هذا le point هذا. Donc بالنسبه par rapport à le point تاخد هاد لا ديستانس او كاري، يعني هي هاد لا ديستانس، هادي هي او ام، هادي هي او ام، يعني غتاخد الانتيغرال ديال او ام او كاري. وشنو هي او ام؟ هي او ام صغيرة بلس ام ام، يعني غتكون عندك هي اكس كاري بلس ايكغيك كاري بلس زد كاري. فهمتوها؟ يلا ندير لا سون. دونك عندنا عاوتاني لو كاري
Là, nous avons. OM au carré égal x carré y carré plus z au carré. D'accord? C'est-à-dire H. Il y a le même mot d'inertie d'IL H, d'IL O par rapport à S, d'IL S par rapport O ou à x carré plus y carré plus z carré fois d. Voilà. Hada, je n'en vois. Ou alors, le moment d'inertie de S par rapport au point O. Donc, c'est le moment d'inertie de S par rapport le point. D'accord? Donc, quel est les relations? Je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que إلا خديتي عافاك يلاه تبع معايا. دونك شنو لاحظنا؟ لاحظنا بلي لو مومون دينيرسي ديال او بالنسبه لاس شنو هو؟ راه هو لو مومون دينيرسي ديال لو بلون اكس او ايغريك بالنسبه لاس احسبها بلوس لو مومون دينيرسي ديال لو بلون ايغريك او زد بالنسبه لاس بلوس لو مومون دينيرسي ديال من درنا اكس او ايغريك ايغريك او زد باس اكس او زد بالنسبه للاس. داكوغ فوالا هي هادي. وغادي تلقى عاوتاني اش بلي لو مومون دينيرسي دو او بارابور ا اس ايغال ان دومي. حسبوها وردو عليا الخبر لو مومون دينيرسي